لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار. متابعينا الكرام كديرين لاباس عليكم بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بهذا الفيديو باش نشكر الناس اللي انضموا للقناه جداد، كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني وكتحفزني وكتخليني دائما نعطي الجديد. وبالنسبه لبزاف ديال التساؤلات جاوني، درت هذا الفيديو خصيصا باش نقول لكم اي تساؤل عندكم خليوه ليا تحت هذا الفيديو، غادي ندير فيديو ان شاء الله وغادي نجاوبكم على التساؤلات ديالكم كاملين. وشكرا لكم بزاف. بالنسبه للتعاليق شكرا على التعاليق الزوينه، اي واحد خلى ليا تعليق زوين كنقول ليه شكرا لك بزاف، واي واحد خلى ليا تعليق خايب كنقول ليه حتى هو شكرا لك بزاف، بالعكس كيشجعني وكتخليني انني نعطي كل ما في جهدي. اش غنقول لكم اخر، المهم اي تساؤل لاي حاجه باغين تعرفوها او لاي سؤال عندكم فخليوه ليا تحت هذا الفيديو ان شاء الله، وغادي ندير فيديو غادي نجاوبكم على التساؤلات ديالكم كاملين. حتى لهنايا غادي نقول لكم بسلامه عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.